لك النهارده. الله يخليك يا كابتن سيف. شفت المباراه ازاي؟ شفت المباراه. اسوان كانت مركزه في المباراه اكتر. لعيبه الزمالك كانت في الشوط الاولاني غايبه تماما من وجهه نظر التشكيل. مستر فيريرا في لعيبه بتتالق بطريقه 3 4 3. النهارده لعب ب 4 3 3. انا بشوف ان حمزه المسلوسي، محمد عبد الغني بيكونوا كويسين قوي في طريقه 3 4 3. اما بتتقلب ل 4 3 3 بيبقى في مشاكل كتيره جدا دفاعيه عند نادي الزمالك، وده اللي حصل النهارده. كمان شيكابالا لعيب مميز جدا، بيبقى مميز جدا لما بينزل الشوط الثاني، لان هو لعيب مش صغير. لما بينزل بيكون الفريق اللي قدامه انهك بدنيا، اللي بيلعب قدامه هيكون لاعب بقاله شوط شوط ونص مثلا. فشيكابالا بينزل وده طبيعي بسبب السن، يعني بيبقى اضافه قويه جدا. لكن لما بيبتدي مباراه بيبقى البدني قدام البدني بدايات موضوع صعب شويه، خصوصا كمان ان انت بتبقى مطالب ان انت تقدر تعمل نظام دفاعي وتقدر تخلي زيزو يرجع وشيكابالا يرجع مع نص الملعب. عشان كده طريقه 3 4 3 انا من وجهه نظري هي الانسب، يعني هي مجرد التشكيل اللي عمله النهارده مستر فيريرا. يطلع بس ممكن شيكابالا ويبتدي بنيمار ناحيه اليمين، يبقى يعني 3 حمزه المسلوسي وحسام عبد نجيد وعبد الغني، ونيمار ناحيه اليمين، وفتوح ناحيه الشمال. نص الملعب هيبقى نبيل دونجا، السيسي، وامام عاشور، وقدام هيكون في زيزو طبعا والجزيري. لعيبه كتير النهارده مش مستواها خالد؟ ايه؟ لعيبه كتير مش في مستواها؟ طبعا لعيبه كتير. هو تقريبا انت لو اتفرجت على الفرقه كلها هتلاقي معظم الفريق ما كانش في مستواه. وبرضه مش ظريفه ان انت ماتشين ورا بعض تجيب جون في نفسك. يعني يعتبر الماتش اللي فات فتوح جاب جون في نفسه، النهارده عبد الغني جاب جون في نفسه، طبعا غير مقصود او كل حاجه، بس انا قصدي ايه؟ ده في مشكله في التمركز. الزمالك بقيت احس الماتشات الاخيره ما كنتش بحسها قبل كده ان الكور الثابته خطيره على الزمالك. بالعكس كمان كنت بحس دايما ان الكور الثابته للزمالك خطيره على الخصم. قلت الخطوره شويه، يعني بقيت احس ان الخطوره قلت شويه. لكن صراحه وكمان عايز في نقطه مهمه جدا، شيكابالا لما بدا اللقاء رايح مع كابتن امين عمر وهو والكابتن فريق اسمه احمد خالد اعتقد، كانت فريق اسوان، شيكابالا كسب القرعه. فسال تقريبا سال عواد او سال معرفش مين، قالوا له نلعب هنا ولا هنا؟ فقال لا ابتدي هنا. فانا من وجهه نظري هو ابتدى ضد الهوا. خد بالك النهارده لو انت تتفرج على الماتش يا كابتن سيف هتلاقي ان ملعب اسوان النهارده عامل زي ملعب الجونه. فاكر ماتش ملعب الجونه بيبقى عامل ازاي؟ الكره بتعلق فيه. لا والكره لا والكره ما بتشوطها بتروح. يعني انا النهارده من وجهه نظري الثلاث اجوان حتى بجون الزمالك عامل الهوا ليه دور مهم جدا. ان فين الهوا خالص؟ انا مش شايف الهوا خالص في الملعب. لا الشوط ما اتهزتش. فين ده الماتشات الاولاني كله؟ لا لا الشوط الاولاني كان الهوا. بص اللفه ولا الشبكه اتهزت واحده؟ انت اتفرجت على الماتش مش زي الجونه؟ الجون اتفرجت على اكيد. لا 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 والله لا فين الهوا؟ والله العظيم كان في هوا اقسم بالله. هشام هو غاوي عايز يلعبني بس وخلاص. فيعني يعني انت هتلاقي مثلا كره حسام عبد المجيد لعبها بدماغه راحت، كره الكورنر ملفوف جامد جدا مجرد اللمسه البسيطه راحت. يعني وجهه نظري الهوا كان ليه دور مهم جدا في الشوط الاولاني مع اسوان وفي الشوط الثاني مع